اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من امام مركب محمد الخامس. يعني كما كتشوفوا اجواء يعني عاديه جدا في هذه اللحظات. استنفار امني كبير امام المركب اجل تفادي الصراعات والنزاعات اللي تقدر انها توقع، رغم اننا في جميع مباريات ديال فريق الوداد ما كنشوفوش مناوشات او صراعات، فقط هذا الاستنفار كيبقى من اجل حمايه الجماهير خوفا من وقوع اي حادث، لان الكم الهائل والكميه الكبيره اللي غادي تجي للملعب اليوم باش تشجع فريق الوداد الرياضي. يعني جميع الجماهير الوداديه من مختلف المناطق وكذلك من مختلف المدن غادي باش تشجع فريق الوداد. يعني كل الان كيحاول انه يستعد من اجل هذا اللقاء، من اجل هذا العرس الكروي اللي غادي يجمع فريق الوداد الرياضي صن داونز الجنوب الافريقي. يعني اجواء عاديه جدا كيف ما كتشاهدوا مشاهدي قناه شوف تي في، ورجال الامن كيحاولوا انهم ينتشروا في جميع الاماكن كما انهم كذلك منتشرين في جميع المداخل ديال مركب محمد الخامس. الان تعزيزات امنيه مكثفه و الكل مجند لهذه المباراة باش تخرج بسلام. الوداد غادي يستقبل فريق صن داونز الجنوب الافريقي اللي غيبغي يبين على المكانة ديالو وينتصر في هذه المقابلة هذه. يعني كيف ما كتشاهدوا معايا مازال الابواب مغلقة والجماهير الودادية يعني اعداد قليلة اللي كاينه وحاضره. يعني كيف ما كتشاهدوا معايا في هذه المنطقه هذه مازال الجمهور يعني واقف كينتظر فتح الابواب، وهذه هي اجواء عاديه جدا امام مركب محمد الخامس. فقط رجال الامن والقوات المساعده منتشرين في جميع الاماكن وجميع النقاط ديال مركب محمد الخامس تفاديا لاي صراعات او ازدحام. كنتمنى هاد المباراة تبقى مباراة كروية، مباراة دوز في طابع عادي جدا. يعني الكل كيحاول انه يكون مجند قبل بداية هاد اللقاء اللي غادي يكون على الساعة 8 مساء، اللي بقى عليه 5 ديال السوايع تقريبا، وغادي نشوفوا الجماهير الودادية اللي غادي تجي من مختلف المناطق وكذلك من مختلف المدن المغربية، لأن هذا عرس كروي 100%. فريق الوداد غادي يبغي ينتصر باش يحافظ على اللقب ديالو. شفنا يوم أمس فوز عريض للأهلي المصري اللي انتصر على الترجي التونسي بثلاثة ديال الأهداف مقابل صفر، وحط الرجل الأولى بالنهائي، لان المباراة العودة غادي تكون بدولة مصر، وفوز عريض 3 ديال الاهداف مقابل صفر. يعني كنتمنوا كذلك اليوم فريق الوداد الرياضي يحقق الانتصار ويفوز على صن داونز ويمشي لمباراة العودة بأريحية وكذلك يجيب نتيجة ايجابية. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، هذه هي الاجواء من امام مركب محمد الخامس. اجواء عادية جدا، ولا زالت الجماهير الودادية تنتظر فتح الأبواب. مباراة اللي غادي تكون على الساعة 8 مساء، يعني من المفروض أن الأبواب غادي تكون مفتوحة في وجه الجماهير على الساعة 3:30 تقريبا 30 دقيقة، لكن الجمهور الودادي مازال يعني ما كاينش بديك الكمية وداك العدد الكبير اللي غادي يدخل وينتظر موعد المباراة. المباراة غادي تكون على الساعة 8. جماهير الودادية يعني غادي تكون حاضرة بكثافة، وكنظن أنه غادي يكون يعني عرس كروي، وكذلك غادي تكون شي احتفالية بالمدرجات، لأن فريق الوداد الرياضي حقق أو غادي يحتفل ب 86 سنة على مرور تأسيس ديالو، لأن يعني الجماهير الودادية ما احتفلاتش في الأزقة وكذلك في الشوارع. اليوم نقدروا نشوفوا هذه الاحتفاليه بالمدرجات في يوم المباراه.
يعني كيف كتشاهدوا الجمهور مازال ما كاينش صراحه، رغم ان هاد المباراه ملعوبه ب يعني بقيش فيغمي بشبابيك مغلقه، يعني الكميه ديال الجمهور الودادي اللي غادي يكون حاضر واللي غادي يجي باش يشجع في هاد المباراه، يعني الدونور غادي يدور بهذا المفهوم اللي كيقولوه الجماهير الوداديه، وان شاء الله غيكون الانتصار من حليف فريق الوداد الرياضي. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كنتمنى ان يكون قربتكم من الاجواء امام مركب محمد الخامس، يعني تقريبا 30 دقيقه وغادي تفتحوا الابواب في وجه الجماهير الوداديه اللي بدات كتجي في هذه اللحظات، يعني فقط كينتظروا فتح الابواب من اجل الدخول. كيف ما شرحت لكم اجواء عاديه جدا، ولا زالت الجماهير الوداديه تنتظر فتح الابواب باش تدخل لمركب محمد الخامس باش تشد المكان ديالها وتشجع وتساند فريق الوداد الرياضي في هذه المقابله القويه. كيف ما شرحت لكم المقابله غادي تبدا على الساعه 8 مساء. المدرب الجديد سفين فاندر بروك والمساعد كذلك محمد امين بن هاشم غادي يبغيو يبينوا على المكانه ديالهم وينتصروا في هذه المقابله. كيف ما شرحت لكم مقابله ما غاديش تكون سهله بتاتا امام سان داونز اللي جاي وناوي باش انه يحقق الانتصار. كيف ما شفنا في الندوه الصحفيه تصريح عبد المنعم بوطويل لاعب سابق لفريق الرجاء انه قال اللسان ديالو انه كيوجه اللاعبين ديال سان داونز كيحاول انه يقرب المدرب من الاجواء اللي كتكون بمركب محمد الخامس. الخوف الوحيد اللي عندهم وكيف قال عبد المنعم بوطويل الخوف فقط من الجمهور الودادي اللي كيدير واحد لابريسيون كبيره وكيشجع بواحد الكثافه وكيشجع بواحد الكميه بدون انقطاع، يعني هادشي اللي غيخلي سان داونز انها تخاف من هذا الامر هذا. يعني كنتمنوا ان هذا الخوف اثر عليهم باش الفريق الودادي المغربي يفوز بهذه المباراه هذه، لان الوداد اليوم كيمثل الكره الوطنيه كيمثل الكره المغربيه اللي كيف ما شفنا كذلك التصريح ديال محمد طال انه قال خصنا نلتفوا كاملين وراء فريق الوداد الرياضي، يعني كل شيء ينسى الانتماء ديالو وينسى الفريق اللي كيشجع واليوم يكون ودادي. يعني الان كنشوف الان الجمهور الودادي بدا كيدخل في هذه اللحظات، الجماهير الوداديه بدات كتنتشر بمحيط مركب محمد الخامس. اذا هذه هي الاجواء مشاهدي قناه شوف تي في كيف ما كتشوفوا امامكم على الصوره امام مركب محمد الخامس، يعني مازال عندنا عده لايفات خليكم معنا مشاهدينا الكرام، وان شاء الله غادي نقول لكم الاجواء امام مركب محمد الخامس لحظه وصول فريق الوداد، لحظه وصول فريق سان داونز، كذلك دخول الجماهير الوداديه، الاحتفالات داخل الملعب، يعني تغطيه استثنائيه كما العاده وكيف ما مولفينها على قناه شوف تي في. يعني كنتظروا حنا فقط غير الجماهير تجي باش تبدا ديك الاحتفاليه وديك الجماليه امام مركب محمد الخامس. يعني كيف ما شرحت لكم الجمهور الودادي بدا كيجي في هذه اللحظات، مازال ما بداش الدخول دابا، تقريبا بقى 15 دقيقه على العلم ديالي انهم غادي يفتحوا الابواب على الساعه 3:30 والجمهور الودادي غادي يبدا يدخل المركب محمد الخامس باش يشد المكان ديالو، رغم ان اللقاء باقي عليه تقريبا 5 ديال السوايع، لكن كلشي غادي يجي بكري باش يتفاداو الازدحام، رغم ان هذيك الكلمه باش ان كلشي كيجي بكري كلشي كيتفق يجي بكري كتخلي واحد المشكل حيت كلشي كيجي في وقت واحد وكلشي كيبغي يدخل. وكنتمنوا هذه المباراه تدوز اجواء استثنائيه ورائعه وتم الفوز لفريق الوداد الرياضي. مشاهدي قناه شوف تي في، وصلنا الى نهايه المباشر، الى اللقاء.